رسالة استلمتها البارحة. وبعدما انتهيت أخت متأخر ملتني بها الأخت معنا في المركز وأنا في طريق إلى السيارة تقنية الرسالة. وبعدما قرأت بعض السطور يعني قلت لأن تعيد هذه الورقة على المكتب حتى أقرأ في الصباح. وهذه رسالة من أخت تعالج عندنا وهي صاحبة القط الغواص. يعني أنا لم أطلب منها كتابة شيء ولا حتى أبين، والإخوة والأخوة يعرفون هذا الحمد لله رب العالمين، لكن المهم هي كتبت شيء من خلال ما قرأت تشكر، لكن ربما هي تريد طلبا أو شيء أو تظهر حالتها وتظهر أي كيف كانت وكيف أصبحت. نقرأها بإذن الله تعالى ونستفيد جميعا. تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الشيخ المحترم نعيم ربيع. قبل أن أصدر عليك ملخص العلاج في مركزك المنير وأبين بعض الأشياء التي لم أذكرها لك نتيجة ارتباكي المصاحب لي في حصة الرقية من جهة، ومن جهة ثانية كثرة الأحداث وطول مدة العلاج عند الرقاة. أخي الشيخ، أود أن أتقدم إليك بخالص الشكر، أشكرك جزيل الشكر لأنك أنقذتني من التيه الذي كنت أعيش فيه، حيث اعتبر من أحد الرقاة مريضة نفسانية وكذب ما تراه عيناي، واعتبر أعراض اليقظة مجرد هوس لا غير. أسأل الله جل في علاه أن يمتعك بالصحة الدائمة وأن يحفظ صوتك وأن يجازيك عني خير الجزاء، فأنا لا أراك مجرد راقي عادي، وإنما أنت عالم بالغ في الرقة الشرعية وسفيرها بدون منازع في العالم أصله. ما يثيرني في رقيتك طول المدة أفكار متسلسلة، كلمات عمانة موزونة ثقيلة على العارض ومطربة للمريض، لكل حالة رقية جديدة تناسبها من غير تحضير سابق وذكاء خارق في استنطاق الجن ودعوته من الإسلام. الله يتقبل منا. طيب، حقيقة أنا أقف أمام كل رقية مذهلة ولساني لا يتوقف عن ذكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله جل في علا حبك بعلم وبشخصية قوية وبصوت جميل، بالإضافة إلى إنسانيتك التي افتقدناها في زماننا الحالي. نعم، حينما يجتمع العلم مع حسن الخلق لا يسرني إلا أن أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وجزاك الله عني وعن كل المرضى وكل خير. كما أتقدم بالشكر أيضا للأخت أسماء الزوجة والأخت أسماء الكاتبة والشكر الكبير نظرا لاستقبالهن المحفوف بالكرم وتواضعهن، فحينما آتي إلى المركز أشعر وكأنما أنا بين أفراد أسرتي. كما تعلم أمي مريضة وتنتظر دورها في العلاج، وأبي مريض بالسرطان، وزوجي لا يهمه أمري وليس لدي أخوات. نأتي إلى ملخص العلاج. الرقية الفرضية إسلام وخروج الجن النصراني، هذا في الفرضية رقم واحد. في الرقية الجمائية إسلام وخروج الحية والجن المجوسي وخمسة ماسونيين. فرقي فرقي رقم جل إسلام وقبل الغواص. كنت أصرع حينما يضرب أحد على صدري، كما يفعل القرد الكبير، وأصرع حينما تلتقط عيناي صورة قرد. حينما تنظر إلى قرد في الشاشة أو شيء أو تراه تصعب. وبفضل الله بداية ثم بفضلك وبفضل الأسود، هناك مقطع الأسود الجزء الأخير حينما أسلموا كانوا معه وأسلموا وملوك الجن، كانت ترى الأسود حينما يأتي الأخير يعذبها، ترى أن الأسود تأتي تستخلصها منه وتنقذها، فلما يرى الأسود يخاف ويفر. سبحان الله. وبفضل الأسود أصبحت أنظر إلى صورة القرد دون أن أصعب. الآن
تشاهد مقاطع القرون وكذا ولا تصنع. بعد إسلام الكادر غواص، لما أسلم وهو كان غواص، لا زال الطيار المسلم بعد، ومضايقاته لا زالت مستمرة. لا تقول كل شيء، هذه حقيقة. نأتي إلى الأمر، إلى أمر الأسود. أول مرة رأيت فيها الأسد شارل يوز حينما اكتشفت أن لدي عاشق طيار. كثرت مضايقاته في اليقظة وفي المنام، ومرة رأيت أسد يصعد الدرج ويجلس في باب الغرفة متزامنا مع اختفاء العاشق. وهكذا ضاعفت مجهوداتي في مقاومة، وأصبح يظهر لي أكثر من أسد، يظهر لها أكثر من أسد. ثم صاحبتهم اللبوءة، لونها أبيض ثم أسم كبير منه أكبر منهم حجما، وعلى رأسه تاج وعلى ظهره سلام ذهبي. ومع ظهور الغواص تصاعدت وثيرة الهجوم، أصبح كل ليلة ينام مع اللبوءة وثلاث أسود في غرفتي. وحين يشد علي الأمر كنت ألازم البكاء وبحرقة كانت واسية اللبوءة وتقول لي: نحن معك ندعمك ولن نفارقك حتى تتعافين نهائيا. وذات مرة رأيت امرأة أمامي تقول لي: هؤلاء الأسود هم إخواني وأبناء عمتي، جاءوا لنصرتك لأنك كنت تدعين في موسم حج كتاب الله دعاء قلما يدعو أحد من الحجاج، فكنت تقولين: يا رب هب لي رزقا من حيث لا أحتسب، أساعد به الفقراء والمحتاجين يا الله. فأنت تحبين مساعدة الناس وتفرحين بذلك. للإشارة، فأنا تعرفت على جنية مسلمة تسكن بسقف الغرفة التي نزلت بها في مكة المكرمة، وكانت تلازمني. رأيتها في عرفات وفي المدينة حينما أتت لتودعني وهي تبكي، وأخبرتني أن اسمها خديجة وكانت تريد المجيء معي، لكني رفضت ذلك. العصب في بلاد وإسلام الحية والمجوس والمسونيين كانت تحت طرح الأسود، حبسوهم بعيدا في الخلاء في انتظار الرقية الفردية، لكنها أجيت وحضرت الرقية الجماعية، وجاءوا بهم أمام المركز وأمروا الحية بالدخول أولا وإعلان إسلامها، وأمروا البقية بالانتظار، وإلا سوف يؤجل إعلان إسلامه إلى الرقية الموالية. لكن حينما أطلت في الدعاء خدام أسلم لله، هذا كنت أقوله في الرقية الجماعية، دخلوا هم أيضا وأعلنوا إسلامهم وانصرفوا جميعا إلى مكة والحمد لله. الآن أرى ثلاث مجموعات من القردة الصغار كما نراهم في البرية. المجموعة الأولى استسلموا أولا لونهم بني، وفي وسط المجموعة يوجد القرد الغواص، والمجموعة الثانية لونهم بني أيضا لكنهم استسلموا أيام بعد المجموعة الأولى. المجموعتين استسلموا قبل إسلام الغواص. المجموعة الثالثة لونهم أسود مثل لون القرد الغواص لكنهم أصغر حجما، يستسلموا بعد إسلام الغواص، ويحيط بهم أسود أشد ينتظرون موعد الرقية. سبحان الله. أقول وبعد إذنك طبعا أن الأسود ليسوا خدام للقرد الغواص، ولكنهم جن مسلمون. جيد. اللهم أسأل الله تعالى فقهنا. أقول بعد إذن كلام جميل أدبها صراحة، لأنني قلت أن الملوك قد يقولون أنهم تحت إمرته وأسلموا ولا زالوا ورجعوا إلى هيئتهم أو إلى ما يريدون أن يتجسدوا به وهو الأسود. يقول: لا، ربما تبين الأمر أفضل مني، لأن هي ما تعيش، يعني يعيشون معه ومعها في بدنها. فقالت: أن الأسود ليسوا خداما للخردي، ولكنهم أصلا جن مسلمون لكنهم ملوك، ولهذا يأخذون صوت الأسود. جيد، لن أخذ في هذا. موحدون رحمني الله بهم في مهنتي،
فجزاهم الله عني كل خير وزكى أخي نعيم كل خير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا خلق أجمعين ما شاء الله كلام طيب وغالي ونفيس أخت يعني مستواها ربما هي مجازة لكن ما كنت أظن يعني أنها مجازة وابتلاها الله سبحانه وتعالى ولعلها كانت قديمة من الأم إبليس الموروث ثم الآن هي كذلك تعاني لك الحمد لله رب العالمين وفقنا الله عز وجل وجعلنا سببا ونسأل الله يتم الشفاء بفضل الله تعالى لم أكن أعلم ما كتبت فأنتم استمعتم أعلى وعلمتم ما يعني الناس وما أسمعه هو أعظم أعظم مما كتب سواء عندي أو عندي غيرها لأن حاجة الناس إلى علاج كتاب الله عز وجل فنسأل الله التوفيق والسلام وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.